معنى آية وأنزلنا عليهم المن والسلوى. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويتساءل الكثير من المسلمين عن معنى آية وأنزلنا عليكم المن والسلوى وإعرابها إضافة إلى ما ترشد إليه من فوائد وهدايات. إن معنى آية وأنزلنا عليكم المن والسلوى أن الله تعالى أنعم على بني إسرائيل وهي في مدة التيه بين مصر والشام، وأول هذه النعم أن الله أرسل عليهم السحاب ليظللهم به من حر الشمس الحارقة. والمقصود بإنزال المن والسلوى أي أرسل الله إليكم الطعام اللذيذ المشتهي من غير تعب منهم، وهذا الطعام هو مادة صمغية تنزل على الشجر وحلاوته تشبه حلاوة العسل، إضافة إلى طائر السلوى لذيذ اللحم الذي كانت تسوقه إليهم ريح الجنوب فيمسكونه بأعلى درجات السهولة ومن غير تعب منهم، ثم أمرهم بأن يأكلوا من شهي الرزق وطيبه الذي رزقهم إياه. ثم يتبع الله تعالى الآية بقوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومعنى ذلك أن بني إسرائيل لم يظلموا الله عز وجل بمعاصيهم، حيث إن أفعالهم تلك ومعاصيهم لا تضر الله ولا توضعه موضع منقصة، فالله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، ولا ينقص من خزائنه ظلم الظالم ولا يزيد في ملكه عدل العادل، بل إن العاصي لا يضر إلا نفسه، والمطيع لا ينفع إلا نفسه. وعلى ذلك فإن بني إسرائيل بعصيانهم لم ينقصوا إلا من أنفسهم ولم يضروا إلا أنفسهم. ختم الله الآية الكريمة بقوله تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن في التعبير عن ظلم بني إسرائيل لأنفسهم بكلمة كانوا وبالفعل المضارع يظلمون للإشارة إلى تكرار الظلم منهم لأنفسهم. ولا بد للتنويه أيضا أن العلماء اختلفوا في معنى المن في الآية الكريمة، فمنهم من قال أنه شراب ومنهم من قال أنه طعام، وقد رجح ابن باز أن المراد من المن هنا هو كل من امتن به الله عز وجل على بني إسرائيل من الطعام والشراب وغير ذلك. والمشهور أن المن إن أكل وحده كان حلاوة وطعاما، وإذا خلط ومرج مع الماء صار شرابا، وإذا خلط مع غيره صار نوعا آخر. لكن هذا المن المشهور ليس وحده المقصود في الآية الكريمة، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفيما يأتي أقوال المفسرين في معنى المن كل على حدة.